السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، مرحب بكم في موضوع جديد من مواضيع الدورة بتاعتنا. وما ننسى نذكر بما سبق، دورتنا قلنا اسمها Emergency Action Plan، هنتعرف فيها قلنا على أشياء مهمة جدا، كيف نتعامل مع حالات الطوارئ في بيئة العمل. ذكرنا في المقطع السابق أهداف المادة وقلنا to facilitate and organize employer and employee actions during workplace emergencies. وقلت لكم ما تخافوا من موضوع اللغة الإنجليزية، من كان مستواه ممتاز في اللغة الإنجليزية فالحمد لله ما عنده أي إشكال، ومن كان مستواه ضعيف نحن معاك بإذن الله رب العالمين خطوة بخطوة نصل إن شاء الله. أنا بقرأ لك الكلام وبشرح لك وبديك دراسات حالة، وقلنا حنشاهد إن شاء الله مجموعة بتاعة كيس ستاديز من أرض الواقع تسهل لنا ربط المادة مع الواقع، لأنك أنت في النهاية المفترض بعد الدورة تمارس الحاجة دي في الحياة العملية أو تقدم إلى وظيفة مثلا يعني متعلقة بالإمرجنسي أكشن بلان، فلا بد تكون عارف تدعم الأشياء دي بشكل عملي كيف تعملها. وقلنا المادة من الأولويات المطلوبة إن الأوشا ستاندردز، يعني لو كنت في أمريكا غصبا عنك هتعمل الأشياء دي، وفي دول كثيرة كذلك مفروض الموضوع. والأوشا ستاندرد اللي هو عبارة عن 29 سي اف ار 1910.38 اي، ده اللي عبارة عن الكود، يعني لو عاوز ترجع للستاندرد اللي بيتكلم او الاوشا بتتكلم فيه وعن تفاصيل الماده بتلقاها ان شاء الله موجوده هنا. طيب نواصل ان شاء الله في مادتنا في مقطع جديد. احنا الان عندنا مدخل، احنا لسه ما دخلنا في الماده، احنا الان بس بنمهد للماده بتاعتنا. وقلنا the importance of an effective workplace safety and health program cannot be over emphasized، يعني اهميه ان يكون عندك برنامج للسلامة والصحة في بيئة العمل والبرنامج ده يكون effective فعال، دي مسألة لا يمكن نتناقش فيها. أي إنسان عاقل صاحب عمل عاقل يريد يحافظ على البيزنس بتاعه، يريد يحافظ على الإنتاجية بتاعته، يريد يحافظ على العاملين عنده، بيحرص يكون عنده برنامج سلامة وصحة في بيئة العمل. لذلك الموضوع ده قال يعني ما فيه مزايدة، شيء طبيعي، وفي فوائد كثيرة جدا. من الفوائد الممكن تساعد الإنسان أو يستفيد من خلالها في بيئة العمل هي increase productivity، زيادة الإنتاجية. طبعا ممكن الإنسان يسأل نفسه يعني كيف زيادة الإنتاجية؟ طيب يعني شنو emergency action plan، خطة الطوارئ، علاقتها شنو مع زيادة الإنتاجية؟ احنا قلنا طالما العمل مستمر في المؤسسة والعمل مستمر دون انقطاع والناس بنفسية عالية وحاسين بالأمان، ده من أهم عناصر الإنتاجية. وذكرت لكم قال الله سبحانه وتعالى في سورة قريش عندما امتن على قريش وأطعمهم فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمان من الخوف مسألة مهمة جدا، لأنه لا يمكن العامل يبذل ويفعل ما عنده أيا كانت وظيفته، مدير عام، إشرافي، بواب، استقبال، أيا كانت الوظيفة، هو طالما يساهم في زيادة دخل المؤسسة واستمرارية عمل المؤسسة يعتبر من أهم عناصر الإنتاجية. فعندما يشعر بالأمان يكون أكتف أكتر، نشط أكتر، فعال أكتر. طيب وجود الحوادث معناه يؤدي إلى انقطاع عملية الإنتاجية، مشكلة، حصل حادث عندك في بيئة العمل، ماتوا ناس زي ما الشخص اللي شاهدناه في الكيس اللي فاتت، خشى اعتدى على ناس، قتل 2 3 لحد ما الناس تستوعب الصدمة وترجع تلملم نفسها وترجع تخرج من الأحزان، ده موضوع طويل. وفي بعض الشركات قد لا تقوم مرة أخرى أصلا، خلاص تنتهي تماما. فمن واحدة من فوائد وجود خطة طوارئ يساعد في زيادة الإنتاجية واستمرارية الإنتاجية. كذلك improved employee morale، اللي هي لما قلنا العامل يحس بالأمان والاطمئنان وإنه بيئة العمل دي بتهتم به وبيحرص على سلامته وصحته وواضعين خطط للتعامل مع حالات الطوارئ وبيشرحوا له كيف يعمل اخلاء ايفاكيويشن اذا حصل طارئ وبوضح له مخارج الطوارئ الامنه وبيجابين ناس شغالين في المؤسسه عشان يحافظوا على سلامته وصحته. هذه الاشياء ترفع من الروح المعنويه للعامل، وده برضو عامل من اهم عوامل الانتاجيه والاستمراريه. فلما توفر المؤسسه هذه الاشياء للعامل يزداد ولاء العامل للمؤسسه. كذلك من اهم فوائد Emergency Action Plan اللي هي ضمن الـ Health and Safety Program Reduced Absenteeism and Illness، اللي هي تقلل من نسبة التغيب اللي بيحصل في العمل
والامراض اللي ممكن تحصل في العمل. وقلت لكم الان يعني انا اديكم امثله واقعيه. عندي احد الزملاء يقول لك والله انا شغال في شركه ما بيهتموا بسلامه وصحه العامل النهائي، وزميلي قبل ايام كان شغال في شغله وقع ما قدر يشتغل بيه، او في الشركه الجمنة قبل ايام حصل تسرب للغاز عندهم في الشركه وما كان عندهم يعني خطه بتاع الطوارئ، مما ادى الى انه 50% من الموظفين في المؤسسه ماتوا، ونحن شركتنا لحد الان لا اهتمت بحاجه ولا اتعلمت من الدرس ولا شفنا في يعني عندهم خطوات عمليه انه يكون عندنا خطه بتاع الطوارئ. ونحن شغالين في نفس المجال، عندنا برضه شغالين في نفس المجال بتاع الغاز، وعندنا تنوكه بتاع غاز او مجموعه بتاع التانكس بتاع غاز في الداخل. فبالتالي عندما يحس بالحاجه دي يبدا يصاب ب بيقول عباره عن السلامه النفسيه بتاعته بتكون مضطربه، بيكون بيعمل في العمل وهو مهموم، حاسس انه في اي لحظه نفس تسرب الغاز اللي تم في المصنع عن جنبهم هيحصل في نفس المصنع، او نفس الشخص اللي دخل اعتدى على شركه اخرى هيدخل عليهم، او نفس الحريق اللي حصل في الشركه الاخرى هيحصل عندهم وهم لا عندهم نظام بتاع مكافحه حريق ولا مدربين عنه كيف يكافحوا الحريق ولا عندهم نظام للتحكم في او معرفه اذا حصل تسريب في الغاز ولا لا. فالاشياء دي يا شباب تؤدي الى الانسان يكون مريض نفسيا مضطرب، دائما حاسس انه في خلل، لانه الشركه ما في emergency action plan، ما في نظام للتعامل مع الحالات الطارئه. ده قلنا يؤدي طبعا ذلك الى التغيب. انسان حاسس انه في اي لحظه ممكن في الشركه دي يصاب بمشكله يتغيب، لانه حاسس انه سلامته وصحته لا تعني شيء لصاحب العمل. صاحب العمل يتعامل معه فقط كعباره عن زيه زي اي تول او زيه زي اي ماشين موجوده في بيئه العمل. فالاحساس ده يا شباب ويا اخواتنا بيخلي العامل يكون غير فعال في المؤسسه، غير ما هو نشط واداؤه ضعيف، لانه قلنا المورال تؤثر على حالات المرض. في ناس بيقول لك والله انا زول مريض نفسيا ما عنده اشكال، لكن عنده مساله في نفسه مخلياه مضطرب. فعدم وجود هيلث اند سيفتي بروجرام في المؤسسه من نتائجه انه يكون في زياده في الامراض، زياده من حالات التغيب، وبالتالي وجود النظام ده ومن ضمنه الامرجنس اكشن بلان يقلل من الحاله دي، لانه طالما اترفعت الروح المعنويه في المؤسسه طوالي ضمنيا معاه تقل مساله الغياب والامراض النتيجه للمسائل اللي ذكرناها قبل شويه. كذلك من فوائد الهيلث اند سيفتي بروجرام ريديوسد وركرز كومبنسيشن ريتس، لانه تصور انه القتل اللي شفناه قبل في الكيس السابقه حصل في مؤسسه، اهل المقتولين حيطالبوا تعويضات، ومن اصيب وهو على قيد الحياه حيطالب بتعويضات. الشركه مسؤوله تعوض اهالي الناس اللي تعرض لاصابات، لانه هي مسؤوله عن حمايته. الشخص اللي خرج من بيته امن وسالم وجلى بيئه عمل عشان يعمل فيها المفترض يرجع بيته امن وسالم، فما يحصل له من مشاكل في بيئه العمل مسؤول عنها صاحب العمل. ليه؟ لانه ما اهتم بسلامه وصحه العامل في بيئه العمل، لانه ما عنده هيلث اند سيفتي بروجرام، او ما عنده effective workplace health and safety program. بالتالي اصبحت هي حاجه الزاميه من قبل الدوله انه لازم صاحب العمل يوفرها. طيب اذا كان متوفره وصاحب العمل بذل اقصى ما عنده للتعامل مع الفورسين اكشنز اللي هي الاشياء اللي كانت متوقعه، ما فيش كان هنا العامل لا ليس مسؤول، لانه بذل ما عنده وفعل وفر، لكن في النهايه لا يمنع حدا من قدر، وده يعتبر شيء خارج عن اراده صاحب العمل. لكن عدم وجود effective workplace health and safety program دي مسؤوليه مباشره لصاحب العمل هو الامبلوير، وكذلك الامبلوي الموظف الموجود في بيئه العمل المسؤول يبلغ الجهات الرسمية عن أنه صاحب العمل هذا لا يهتم بسلامة وصحة العاملين. يبقى دي بعض الفوائد اللي أخذناها الآن المتعلقة بوجود برنامج سلامة وصحة مهنية، ومن أهم أعمدة هذا البرنامج Emergency Action Plan. كذلك ما ننسى أنه أي مؤسسة Every business is required by OSHA to have an EAP. تذكروا EAP معناه شنو؟ اكيد متذكرين، اللي هي ايمرجنسي اكشن بلان، يعني هي متطلب ذكرنا قبل من اوشا وذكرنا رقم الستاندردز. طيب اوشا بتقول انه اي مؤسسه يتطلب وجود فيها فاير اكستنجوشرز، يعني فيها اللي هي طفايه الحريق، و
anyone will be evacuating during an emergency أو قد يتعرض الناس الموجودين فيها لحالة طوارئ ويتم إخلاؤهم. فطالما المؤسسة الأشياء دي موجودة من ضمن الحذر المخاطر الموجودة فيها، يجب على صاحب هذه المؤسسة أن يكون عنده emergency action plan. استثنوا منها جهات بسيطة اللي هي الجهات اللي أصلا بتقوم بمكافحة الأشياء دي، اللي هو المؤسسات اللي هو قال the only exemption to this if you have an in-house fire brigade، اللي هو دي الناس الأصلا، يعني مثلا دي الجهة الدفاع المدني مثلا، دي أصلا هم مدربين وهم اللي بيعملوا خطط الطوارئ وهم اللي بيجوا يتحققوا من انك انت عندك خطط طوارئ ولا لا. يبقى المؤسسه دي هي اوريدي قائمه على خطط الطوارئ. كذلك every employee is trained and equipped to fight fires and no one evacuates. يعني المؤسسه دي كل الموجودين فيها مدربين تدريب كامل للتعامل مع الفاير وعده انواع من الامرجنسي كيسز، وبالتالي ما في شخص محتاج يجي زول اخر يعني يعمل له ايفاكيويشن، هو نفسه مدرب وعارف وكذا. طبعا دي كلها بتتوفر اهو في المراكز المعنيه، مثلا زي قسم الدفاع المدني المعني بالفاير فايرنج وفاير ايفاكيويشن، دين ما مطالبين يعملوها لانهم باي ديفولت يعني تلقائيا هم عندهم. اتمنى تكون الان فهمنا اهميه وجود خطه الطوارئ، وانا ما ذكرته يا شباب هو امثله، الامثله كثيره على ذلك، يكفي انها تحافظ على سلامه وصحتك انت صاحب العمل وسلامه وصحه العاملين اللي معاك، وتساعد في زياده الانتاجيه وتساعد في رفع الروح المعنويه عند التيم، وتقلل مساله القياب والغياب والامراض النتيجه للعامل النفسي وغير ذلك، وتجنبك الفواتير الكثيره اللي تدفعك تعويضات عندما يشتكوك العاملين في بيئه العمل. اكيد حاجه مهمه. خليكم معنا في المقطع القادم، وما تنسوا الورقه والقلم، لا بد من التلخيص والتدوين. ربنا يوفقكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.